احنا اليوم امام المديريه الجهويه للفلاحه بجهه سوس مسا لتنفيذا لنداء الجامعه الوطنيه للقطاع الفلاحي لحمل وزير الفلاحه على الحوار مع الجامعه النقابة الأكثر تمثيليا بالقطاع والتي انقطع الحوار معه منذ دجنبر 2021 دون التزام الوزير بما تم يعني توقيعه في محضر الاتفاق. اليوم كنحتجوا على مجموعة من المشاكل اللي تراكمت منذ 2021 وآخر مشكل اللي وقع حاليا هو الحكم الابتدائي على 5 موظفين بمديرية بن سليمان على إثر تنفيذهم لإحدى برامج مخطط المغرب الأخضر. حنا هنا اليوم باش نبهوا الإدارة وزارة الفلاحة بأن من المسؤولية ديالها حماية الموظفين ديالها، لأن هاد الموظفين اللي تم الحكم عليهم بالنفاذ عامين نافذة هذا كنشوفوه بأن سابقة في هذا المجال في الممارسة ديال الموظف لمهامه في الإدارة العمومية، لأن هاد الموظفين هادو أشرفوا على إعداد برنامج وتبعوا معهم مسؤولين مركزيين على مستوى الوزارة وتم تنفيذ هذا البرنامج هذا، والوزارة برأسها أكدت في مراسلة وفي محاضر نجاح هذا المشروع هذا ديال تحويل مساحات خاصة بالحبوب إلى مساحات مزروعة بالزيتون، وقد تم إنجاز هذا المشروع. ربما مجموعة ديال الوحدات اللي تابعة لبعض الفلاحين ما اهتموش بالمنتوج ديالهم وتم إتلاف بعض الأشجار الزيتون بعد سنوات من تنفيذها، لأن هذا المشروع انطلق 2015 ويعني احنا الموظف لا يمكن أن يكون هو المسؤول على حماية الممتلكات ديال الفلاحة، إذا احنا تنقولوا الوزارة ستحمي الموظفين ديالها. كان عندنا إشكال في المحافظة العقارية وفي المكتب الوطني للسلامة الصحية اللي كيتعرضوا الموظفين ديالها لتعسفات من طرف مجموعة من المهنيين، فإذا به اليوم هناك صراع بين يعني لأسباب سياسية على مستوى المنطقة ديال بن سليمان، وذهب ضحيتها موظفين ومنهم جوج موظفين مشاو للتقاعد، وبالتالي حنا كندينوا هاد الحكم هذا وكنطالبوا بالوزارة تحمل المسؤولية ديالها وكنطالبوا من المحكمة من المحكمة باش هاد الموظفين هادو يتم تبرئتهم، لأن المشروع تم إنجازه والحماية والتتبع ديالو راه على حساب الفلاح. أعطيك مثال، مثلا في هذا مخطط المغرب الأخضر هناك اقتناء تجهيزات فلاحية، ممكن فلاح اليوم يشري تراكتور ويمشي الموظف يسني بأنه راه عطيه التعويض لأن السيد راه جاب تراكتور أو ما أو آلية أخرى، فالفلاح ممكن هذوك الآليات يديهم من الغد ليه والشهر الجاي والعام الجاي يديهم بلاصة أخرى، فلا يمكن أن نحمل الموظف مسؤولية عدم الحماية ديال الآليات اللي تم استفادة منها في إطار مخطط المغرب الأخضر. احنا اليوم جينا كنحتجوا قدام المديريه الجهويه للفلاحه باكادير تنفيذا للبرنامج اللي سطرته الجامعه الوطنيه للقطاع الفلاحي، هو برنامج مفتوح. كان من طبيعه الحال كنحتجوا لاسباب كثيره من بينها الخروقات اللي كتشدها القطاع الفلاحي اخرها الحكم بسنتين سجن نافذة في حق 5 موظفين، 4 موظفين وتقني في إطار البرنامج ديال المخطط الأخضر. إذا حنا ولينا خايفين على هاد الموظفين ديالنا أنهم يتسجنوا بسبب أنهم قاموا بالواجب ديالهم، إذا كندوا بهذا الحكم الجائر في حق الموظفين ديالنا، وكذلك بتنديد بتملص لوزارة الفلاحة من الالتزامات ديالها مع الجامعة الوطنية القطاع الفلاحي في الاتفاقية الأخيرة ديالها. جينا اليوم بكافة النقابيين، كافة النقابات الوطنية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، من أجل أننا نحتجوا بكل قوة كما قلت على الحكم الجائر وكذلك على تملص الحكومة من الالتزامات ديالها مع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، ونحن مستعدون للنضال حتى إن شاء الله تنزيز تحقيق المطالب ديالنا العادلة والمشروعة، ولن نتنازل عن حقنا كعمال موظفين مستخدمين وكافة شغيلة القطاع الفلاحي.